خرشيد. صباح النور لك سيدتي ولمشاهدي قناة العربي. إذن أستاذ خرشيد، يعني ما الذي يعنيه اليوم ما أنجزته تركيا والجيش الحر في عفرين؟ يعني هذه جاءت نتيجة عملية عسكرية ضخمة جدا. هذه العملية استمرت نحو تقريبا شهرين، جاءت في ظل صفقة روسية تركية وفي ظل صمت المجتمع الدولي. ما يمكن قوله أن تركيا خلال هذه الفترة استخدمت كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات، الدبابات، المدفعية البعيدة، طائرات الاستطلاع، نتيجة قصف الجوي المكثف. المقاتلون الكرد الذين كانوا يحاربوا أو يدافعون عن عفرين بالتأكيد خلال هذه الفترة تم استنزاف المزيد من القوة التي كان يملكونها. لم يكن هناك موقف دولي أو عربي أو إسلامي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الصمود، وبالتالي عندما عفرين أصبحت محاصرة وأصبحت يمكن أن تتعرض لتدمير كبير كما حصل في راجو وجنديرس، كان قرار المقاتلين الكرد بالانسحاب من هذه المدينة كي لا تتعرض لتدمير كبير. في جميع الأحوال ما حصل كان متوقعا، لأنه لا أحد يتوقع أن تنتصر مدينة صغيرة مثل عفرين على دولة هي ثاني دولة في حلف الأطلسي ومعه نحو 30,000 من الجماعات المسلحة، وبالتالي هذه أعتقد نتيجة كانت منطقية وطبيعية. هذا هو سؤالي أيضا، طرحت الفكرة أستاذ خرشيد، يعني اليوم بميزان القوى العسكرية بين الطرفين، ما الذي يعنيه بقاء منطقة كعفرين لمدة شهرين حتى يعني تسقط أو تنسحب وحدات حماية الكردية منها؟ يعني بقاء شهرين هو دليل تمسك أهل عفرين بأرضهم، بكرامتهم، بمنشآتهم، بزيتونهم، بكل ما يمت لصلتهم بالأرض والمكان والهوية والذاكرة، دليل على أن المقاتلين الكرد دافعوا بشراسة عن مناطقهم في مواجهة الغزو التركي الذي أجرى، دليل على أن هؤلاء قدموا المزيد من الشهداء. نحن نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد من الوحدات حماية الشعب، عن نحو تقريبا مثلهم من المدنيين، عن تدمير كامل تقريبا لمدن مثل راجو وجنديرس، وحتى بعض السدود تعرضت، المستشفى العام في عفرين تعرض للتدمير. بالتالي كان هو حقيقة صمود شهرين هو كان صمود أسطوري، عندما نعرف أن هؤلاء المقاتلين كانوا يدافعون عن مدينتهم بأسلحة بسيطة ولم نشهد أي دعم لا إقليمي ولا دولي لهم، وبالتالي هذا يسجل لأبناء عفرين بأنهم لم يسلموا مدينتهم هكذا وإنما دافعوا عنها حتى النهاية. وعندما وجدوا أن بمعنى الميزان العسكري ليس لصالحهم نهائيا، وبالتالي كان مثل هذه النتيجة المتوقعة كما قلنا. القوات التركية في سوريا أستاذ خرشيد متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا شرق الفرات، حاربت هذه القوات ب يعني مساعدة عسكرية واستخباراتية أمريكية لدحر داعش من الرقة. هذه القوات اليوم في منطقة أخرى غرب الفرات تعرضت اليوم هذه العملية العسكرية من تركيا، لم تتلقى الدعم الأمريكي المطلوب. كيف سيؤثر هذا الأمر على شكل العلاقة بين الطرفين في المستقبل برأيك؟ يعني واضح أن الموقف الأمريكي من مسألة عفرين لا يقل سلبية على الموقف الروسي الذي كان هو أصلا مساهم في صفقة روسيا وتركيا بموضوع عفرين. الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية لديها استراتيجيتها ومصالحها، وهي لا تنطلق من ذلك من زاوية أخلاقية بأنها الأكراد في هذه المنطقة أو غير حتى غير الأكراد تعرضوا لنوع مثل هذا الغزو وبالتالي سيدافع عنه. لذلك الموقف الأمريكي كان متخاذلا في هذه المسألة. كيف سيؤثر ذلك على العلاقة؟ أعتقد هناك تأثيرات بدأت. نحن شاهدنا مثلا قبل يومين الولايات المتحدة تتحدث عن إرسال تعزيزات إلى منبج نظرا لأن قوات سوريا الديمقراطية غادرت هذه المنطقة وذهبت باتجاه عفرين. الآن هناك رأي عام كردي دعني غاضب جدا من الموقف الأمريكي، من التقصير الأمريكي الذي حصل. هذا الأمر بالتأكيد سيؤثر على المعارك التي تجري ضد داعش في مناطق شرق دير الزور، وقد شهدنا عودة داعش إلى بعض هذه القرى وسيطرت عليها بسبب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية. بالتالي مسألة الشراكة، هذه المسألة أعتقد أنها أصبحت في أمام امتحان كبير، أمام سؤال إلى أين، خاصة وإذا كان الموقف الأمريكي يتم ضمن أولويات الأمريكية فقط وليس ضمن أولويات دعينا نقول تخص لها مواقف تتعلق بالأخلاق السياسية وبنوع من الدفاع عن هذه الشعوب التي تتعرض الآن إلى عمليات غزو وقتل. نعم. هذه العملية العسكرية التركية جرت كما ذكرت أستاذ خرشيد بتفاهمات تركية روسية إيرانية، لكن رغم ذلك النظام السوري منذ اليوم الأول كان يسمى ما يحصل في عفرين بالعدوان التركي. إذا فعلا كان عدوانا، لماذا
لم يتدخل الجيش السوري مباشرة في عفرين واكتفى بإرسال قوات موالية له، لم تحقق أي نتائج فعلية على الأرض. سيدتي الآن من يسيطر، دعينا نقول وبشكل واضح، على القرار في سوريا على مستوى العسكري وغير ذلك هو الروسي، وبما أن الروس هم عرابين الصفقة التي حصلت في عفرين، وبالتالي كان الروس أيضا رتبوا جزء من هذه الصفقة بقضايا متعددة. ما حصل في عفرين ليس بعيدا عن ما حصل في الغوطة، وبالنسبة للحكومة السورية الغوطة هي أولوية نظرا لقربها من العاصمة ونظرا لأهميتها الاستراتيجية، وبالتالي هي بالنسبة لهذه الأولويات عفرين لم تكن بمستوى هذه الأولويات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى اللاعب الروسي ضغط كثيرا وعلى الحكومة السورية من أجل عدم حصول نوع من المواجهة بينها وبين الحكومة التركية، وحتى عندما حدثت نوع من المحادثات بين وحدات حماية الشعب وبين الحكومة السورية من أجل توصل إلى تفاهم في كيفية آلية والتنسيق، الروس أحبطوا مثل هذه التفاهمات. وبالتالي الموقف إذن الضغط الروسي من جهة، الأولوية الحكومة السورية من جهة أخرى، ضمن الصفقات التي تحدث على المستوى الأزمة السورية هو الذي جعل موقف الحكومة السورية وكأن هناك مفارقة بين الخطاب السياسي الذي يصف الغزو العسكري التركي بالعدوان وبين الموقع العاجز عن تقديم دعم للمقاومة التي جرت في عفرين. نعم. ولكن رغم أيضا هذه التفاهمات التركية الروسية، الرئيس أردوغان قال بأنه ليس هناك نية لدى تركيا بتسليم المنطقة إلى النظام السوري بعد انتهاء العملية العسكرية. وهناك أيضا اليوم هناك مؤتمر يجري في غازي عنتاب التركية إنشاء مجلس مدني من فعاليات معارضة لاستلام اليوم الإدارة في عفرين. إذن ما موقف روسيا اليوم من هذا التصرف التركي؟ أنا أعتقد الروس لديهم مصلحة كبيرة مع تركيا، وتركيا لديها مصلحة كبيرة مع الروس، والقضية تتجاوز الأزمة السورية إلى موقع تركيا في السياسة الدولية. اليوم هناك صراع أمريكي روسي على تركيا. تركيا استفادت من هذا الصراع في تعزيز مواقفها من جهة، في التقدم ميدانيا من جهة أخرى، وفي كسب مواقع الطرفين إلى حد ما لصالح السياسة التركية. روسيا لديها مصالح مع تركيا في مسألة غاز سيل الجنوبي، بناء مفاعل أوكيو، شراء مجموعة صواريخ S-400، محاولة سحب تركيا من حلف الأطلسي. كل هذا يؤثر على علاقة التركية الأمريكية، فهنا أمريكا أيضا تندفع نحو تركيا في محاولة نسج تفاهمات. أما فيما يخص مستقبل المدينة، دعنا نكون واضحين، هذه المدينة لها هوية كردية سورية، والآن مدينة تتعرض لخطر شديد على مستوى التغير الديموغرافي. هناك حديث عن جلب مئات العائلات التي ليس لها علاقة بالمدينة لإسكانها محل سكان الأصليين. هناك حالة تهجير حصلت ونزوح من المدينة يتجاوز نحو 250,000، وهؤلاء أصبحوا مشردين في أماكن أخرى. أنا أعتقد هنا المسؤولية تقع على عاتق المجلس الوطني الكردي، حتى لو هذا المجلس هو على خلاف مع وحدات حماية الشعب، ولكن كون هذه المجلس يمثل هوية هذه المنطقة على المستوى القومي، وبنفس الوقت ضمن الاتفاق الذي حصل بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري، من المفترض أن يتم على الأقل في المرحلة الانتقالية إدارة هذه المنطقة من قبل المجلس الوطني الكردي، وهذه مسؤولية المجلس. وبالتالي يجب أن يكون منتبهين جدا أن هذه الخطوة التي حصلت أو حالة السيطرة على تركيا عليها أن لا تكون مدخل لمشاريع تدخل في إطار الاحتلال، في إطار التتريك، في إطار كما حصل في جرابلس، عندما الآن يتم تعليم اللغة التركية ورفع العلم التركي، وهذه القوات أصبحت وكأنها أداة للسياسة التركية. هذا يجب أن يكون واضحا بين الخط الوطني الذي يفصل بأن عفرين هي في النهاية مدينة سورية بهوية كردية، وبين أن تتحول إلى جزء من الأجندة التركية. هذه الأجندة التي هي واضحة والتي يقولها المسؤولون الأتراك أنها ستتوسع أكثر، بمعنى ما بعد عفرين هناك عملية عسكرية متواصلة، ستكون هناك منبج ومناطق شرق الفرات وصولا إلى الحدود العراقية. هذا ما أود أن أسألك عنه، ماذا بعد عفرين اليوم، إلى أين ستتجه القوات التركية؟ واضح الموقف التركي سيدتي، واضح، يقولونها المسؤولون الأتراك علنا، بعد عفرين هناك منبج وهناك المنشرق الفرات وصولا للحدود العراقية. لكن عندما هذا نقول منبج نقول أيضا الوجود الأمريكي هنا. تماما، وهذا هو الامتحان في العلاقة التركية الأمريكية في المرحلة المقبلة.
خلال زيارة وزير خارجية الأمريكي السابق المقال تيرلسون إلى تركيا الشهر الماضي حصلت نوع من التفاهمات، وكانت هناك نقاشات جارية للتوصل إلى الاتفاق. الآن هذه التفاهمات أمام إشارة استفهام كبيرة مع وصول وزير خارجية أمريكي جديد مايك بومبيو. هذا الرجل يختلف عن تيرلسون بالكثير من المواقف السياسية تجاه تركيا والأكراد، وبالتالي قد هذا التفاهم يتعسر، وبالتالي أي توسع تركي أو تحرك تركي باتجاه السيطرة على المنبج قد يجابه ليس بالأكراد فقط إنما حتى بالسياسة الأمريكية. في جميع الأحوال حالة التوسع التركية هذه وحالة التعبئة التي تجري في الداخل وحالة الأيديولوجيا يعني يحيي الطموحات التركية القديمة التي كانت تتحدث بأن تركيا باتفاق لوزان خسرت شمال سوريا وشمال العراق وغيرها من المناطق، والمطالبة بالعودة إلى الميثاق الملي التركي، هذا الميثاق الذي يقول أن هذه المناطق هي في الأساس تركية محتلة. نحن هنا أمام خطر، هذا الخطر قد يؤدي إلى خلط في الأوراق في المنطقة، قد يؤدي إلى نوع من الصدامات الإقليمية أكثر، وقد يؤدي إلى دفع أزمة سورية إلى مرحلة أخرى جديدة لا يمكن تصور مستقبل المنطقة ككل. هناك في الاتجاه المعاكس دعيني فقط بهذه الجملة، أيضا ينبغي القول أن وحدات حماية الشعب والمقاتلين الأكراد الذين كانوا طوال المرحلة السابقة في مرحلة الدفاع عن العفرين الآن قد ينتقلون إلى مرحلة الهجوم. هناك قوات موجودة، هذه القوات بالتأكيد لن تقبل بالسيطرة التركية على هذا الأمر، وبالتالي قد نشهد نوع من حرب والهجمات المتبادلة بين الجانبين. يعني الأمن يسقط أو تسقط هذه العملية العسكرية الحلم الكردي بإنشاء كيان حدودي ممتد من كما قلنا في المقدمة من الحسكة شرقا إلى عفرين غربا. يعني سيدتي ربما جزء من حالة الضخ الإعلامي الذي يتم تصويره وكأن المسألة لمحاربة دولة كردية أو كيان كردي أو محاولة استقلال أو انفصال على سوريا، أنا لا أعتقد أن الصورة دقيقة بهذه الشكل. كل ما في الأمر أن الكرد في سوريا كان يطالبون بشكل من أشكال الحكم اللامركزي أن يكون هذا الحكم يقرب الهوية القومية للكردية ويسمح لهم بنوع من المشاركة الفعالة في الحياة العامة السورية. ولكن عندما تقول تركيا وتروج لمثل هذا القول بأن هناك محاولة محاربة دولة إرهابية كما كان يقول الإعلام التركي، أنا أعتقد هو جزء محاولة تبرير العملية العسكرية. هو عندما يقولون أنهم يحاربون من أجل وحدة الأراضي السورية لمنع التقسيم، هم نفسهم الآن يقسمون الأراضي السورية الآن من مدينة جرابلس إلى مرورا بريف حلب الشرقي إلى الغربي إلى محافظة إدلب أطمة، هناك نحو 260 كيلومتر أصبحت تحت سيطرة القوات التركية، وهذه القوات تشرع لوجودها ليس على المستوى العسكري فقط إنما على مستوى الخدمات والتعليم واللغة وغير ذلك. وهذا ما حصل في شمال قبرص عام 1974 عندما دخلت القوات التركية وقالت أنها لحماية السكان الآن، وهي موجودة فيها إلى الآن يعني تقريبا منذ نصف قرن. والخشية أن تتكرر مثل هذا الأمر وأن ما حصل يساعد تركيا أو يشجع طموحاتها في المزيد من التوسع، وهذا قد يدفع المنطقة إلى المجهول من جديد. أستاذ خورشيد دالي شكرا جزيلا على حضورك على كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، نلقاكم في الغد إن شاء الله. أما الآن فعودة إلى الزملاء لمتابعة